It's your boy Dula Mulume. You already know, Ramadan Kareem. I hope you guys are having a blessed month. Today we're about to do a funny, funny, crazy prank. I got my boys right here, the interviewer, the cops. You know what I'm saying? We're about to go to random old people and act like they're my father. You know, I'm gonna go to random old guy and act like he's my father and I haven't saw my father in 20 years, bro. Let's go get some funny reactions. Ali, what do you gotta say? إذن مشاهدينا الكرام شهر مبارك عليكم في هذا اليوم عندما نرسم الابتسامة لكم أنتم مشاهدينا بنبحث عن والد عبد الله ونشوف ردة الناس فعل كيف صحتك كيف أنت مبارك تمام تمام ممكن تعرفنا بنفسك يا عمنا تعرفنا بنفسك أنا أيه اسمك يا عبد حمود القحي هكذا مشاهدينا الكرام تعال هكذا يا عمنا أشتي أسألك سؤال تعرف هذا بابا والله ما اعرف تذكر قبل 20 سنة قبل 20 سنة ولا ما اعرف ابدا 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 صراحة انا البيت حقنا ولا انا بالريف انا جالس ما انا جالس ايوه بالبرية قبل 20 سنة وين كنت؟ ها بالبيت بالرعوية بالبيت بالبلاد في البلاد ايوه وين ضعت انت يا عبد الله؟ في الوادي في الوادي في الوادي يا ابي اطرح لي هلك ورا جملي كنت بموت يا اخي فين في حشتي إذا مشاهدينا الكرام امسكوا امسكوا يا شباب امسكوا لا حول ولا قوة بالله فعلا المشاعر الآن ما نقدر نحن نوصفها بالكلمات ولا نستطيع أن نوصفها بالأفعال يعني 20 سنة لحد الآن يا عمنا قبل وينه؟ هذا الله لا قاعد ها؟ الله لا قاعد كيف الله لا قاعد؟ ولدي هذا أعوذ بالله يعني تفلت 20 سنة وترجع تنكره مشاهدينا الأكارم كما تعلمون في هذه اللحظات التي احنا بنوثقها معاكم يلتقي الأب مع ابنه لأول مرة بعد مرور 20 سنة يا أخي أنتم صلوا على النبي تصفيقة يا شباب بالله تصفيقة ابنك ابنك الحمد لله حصلت ابنك ها حصلت ابنك احمد ربك ما لا حصلت ما ابني ولا اعرف اتق الله كيف ما تعرف ايش يا حاج بابا الذي انا اي مس يو اي مس يو بابا دادي والله اي مس يو سو ماتش يا بابا طلع عندي في الكشف منو كيف شعورك يا عبد الله لما حصل شعوري خلاص هذا القحيف انت شعورك لما حصل شعورك لما حصلت قبل 20 سنه منو دي فلت انا في امك ما انا فلت ولا لي علم به ولا اعرف هذا لا 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 لا, 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 لا شوف يا ابو انا قلت لك ابو لك مين يو مين يو ابا تسيب يا ابو لا تفلت يا ابو لا هذا عبد الله this is his father this is my father really my mother oh my brother my sister يا ابو لا تفلتني يا ابو انا هذه الفرحه مشاهدينا لكان كما نصفها كما نصفها في هذه الفرحة من يلتقي صراحة منو ابني يا عرب ما ايش ابني هذا اتقوا الله انا من العود من خرطة الصوار يا حي ايوه ايوه بيت القحيف انا افدوك انا صح حول اخواني خاف والله ايش الكلام هذا مشاهدينا الاكارم في شبه صح في شبه في شبه حرام تكبني يا لا يا ابا اتقوا الله حرام عليك كيف تنكره؟ ها؟ ايش ابني ابني هذا شل ابنك شل ابنك شل ابنك شل ابنك اين شل ابني ما هو كبني يا حبيبي انا امك انا 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 ايش؟ تفضل لا هو ولدي قطعت برقبتي الله المستعان يا سلام عليك بس احلف والله ما تبي احلف والله ما تبي ولا يدري حلاك احلف والله ما تبي من شبي ما انت ولدي ولا نعرفك تقبل مننا احنا استاذنك يا عم الله يبارك فيك ولدي يا اخواني اتقوا الله انتم مسلمين مراقب الله جميل لك ابنك عبد الله سافر امريكا 15 سنه تقريبا بابي دادي 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 والان بيدور اهله بالله 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 بالله, بالله. اسمعني ولدي سؤال سؤال لا ولدي قطعت رقبتي اه وكبري يا شباب الله يحفظك يا حي في مقلب قول اي لاف يو قول اي لاف يو بس ابيو قول لا لا اي لاف يو قول اي لاف يو غريب عقلك كيف صحتك شهر مبارك اهلا عليك بالخير عرفنا بنفسك حسن محمد تعال يا عم حسن تعال
حسن محمد الهجاري. ها كم عبد الله؟ ايوه لا، هذه الفرحه لعبد الله بتكون كبيره جدا. استاذي، لو ضاع منك ابن قبل 20 سنة، كيف بيكون شعورك لما تحصلها اليوم؟ شعوره يعني مختلفه، يعني من كل الفرحه، يعني كده غاب 20 سنة وطفل صغير ودحين يقعدوا شباب رجال، يعني تحصله قد شباب رجال. بس احيانا الواحد ما يضيع ابنه قبل 20 سنة الا من اهمال. اكيد هذا هو مهمل من الاب او الام والكل، يعني اذا كان ابوه مشغول في العمل ولا شيء فالاهمل من الوالد ومدير البيت. فعلا. اذا مشاهدينا الاكارم، كما تعلمون في هذه اللحظات التي توثق وتكتب بماء التاريخ في هذا الشهر الكريم، بسبب الله بيضيعني ولا صغير ما يرحمني، والله ما يرحمني. فعلا مشاهدينا الاكارم، بهذا اللقاء وهذه التفاصيل لما يلتقي الاب مع ابنه لاول مره بعد مرور 20 سنة، بعد مرور 20 سنة. يا زكريا حاول تهدي عبد الله، بالله ما فيش داعي يا عبد الله، خلاص احنا جينا بهذا الشهر. عبد الله طبعا لاول مره مشاهدينا الاكارم ان احنا بنشوف هذه اللحظات. مشتاق لابوك يا عبد الله؟ مشتاق لابوك كم؟ كثير والله، قباطر علي. الله ماي داد، ماي داد ليف مي ولا بيبي. الله فعلا هذا عندما كسبت بالله قباطر علي. عندما نسكت احترام واخلاص وزعل وحزن بهذه اللحظات، يعني حتى احنا جينا بكل ما معانا، بكل ما بحثنا، استمرينا طول الايام واحنا نبحث، يعني جالسين حدود حق سنة واحنا بنبحث عن والد عبد الله في هذه اللحظات. عبد الله شاهد تصفيقه يا شباب، تصفيقه. بالله عليك يا عم حسين، بالله عليك كيف استطعت تهمل ابنك؟ يعني شوف احنا معانا اليوم عمرك كان سنتين، كيف عاصي؟ دقيقة يا عبد الله يا جماعة، المحبة والشغف، المحبة والشغف انه حصلك بعد 20 سنة. والله ما يفلتك بعد 20 سنة يحصلك. ابي غالي دادي، اهلا وسهلا ماي دادي. ايش شعورك لما حصلته الان؟ هذا ما تشوفني ذحين، يعني صلي على النبي. سنة بالله عليه، سنة مشاهدينا الاكارم. يا بابا اكفل نزلك بالله يا ابي. دقيقة بس يا عبد الله، لو سمحت. لا اصبر يا اخي، لو سمحت دقيقة. ابي كيف تقول ما هو شبنه؟ يمكن لنا سنتين احنا ندور. دورني انا، دورك صدق. This is his father. My father. Really? No mother. يعني متأكد ان انت تمزح الحين ولا منك؟ لا 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 يا حج، ايوه جر على ابوك. قم يا ابني شاهد دباك. ما اسمع التصفيقة لانه حصل ابوه بعد مرور 20 سنة. وافتكرت ابويا لما مسكت الصورة. الله يبارك فيك. الف مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك يا بابا. يلا اطرح علي السلام عليكم. كيف صحتك يا عم؟ حياكم الله يا شباب. تعال وقف يا عمنا، عرفنا بنفسك. ايوه اسمك الكريم؟ سعيد عبد محمد. انت عصاه؟ هذا اي صح. وقف يا عمنا، تعال. اسم سعيد يا عبد الله. تعرف هذا يا استاذي؟ ولقد شفته. بتشم ريحته يا عبد الله؟ ايوه ريحته بي، قسما بالله ريحته بي. طيب يا عم سعيد، لو مثلا فقدت ابنك بعد 20 سنة وحصلته اليوم، ايش بيكون شعورك؟ مرتاح قوة. اذا مشاهدينا الاكارم، في هذه اللحظات، في هذه اللحظة الذي نوثق فيها الفرحة العظيمة، فرحة هدايا زكريا، صلي على النبي. اللحظة اللي فعلا توثق بكل المعاني، الحب والحنان، التقاء الأب مع ابنه لأول مرة بعد مرور 20 عام.
يعني ما حدا يتوقع بعد مرور 20 عام. كم لك يا عبد الله؟ والله قلت لي 20 سنة وانا ادور ابي فين ابي فين ابي اجيب له انا فين ابي ازيد لعند اي كان ليف ماي داد ماي دادي ها ما اعرف ايش انا ما قشيت حاول تتاكد من تاكد ان معك ولد فلت قبل 20 سنة عمري 3-4 سنين ممكن انا ما ها انا ضيعت لا لا تاكد احنا ما بنستهتر تاكد يعني اي يعني الحمد لله خلال شهر رمضان الشهر الكريم واحنا صايمين بفضل الله واحنا نفعل لنا الخير والمحبة والأجر استطعنا اليوم ان احنا نوثق فعل ما تحدث نوثق هذه اللحظات. عبد الله مشتاق له كثير مشتاق له بي انا بدون اب طول حياتي وذا الحين الحمد لله دورتوه بهذا الله يزيكم بألف خير. اسمع يا عبد الله لو تحصله ايش بيكون شعورك؟ سأله هو اللي سماه عبد الله بس سميته عبد الله ولا ايش كان اسمه؟ لا ما سميتوش انا ارفع صوتك ما سميتوش يا اخي ولا اعرف كيف ما تعرف ايش؟ بس الصميل دوليه ها؟ مش ما اعرف كيف الصميل يا اخي؟ البلاغ عندنا انه الرجال ضاع ابوه انه من تعز كيف؟ واسمه سعيد اسمك انت؟ انا اسمي سعيد عبدو سعيد عبدو طلع عندي الاسم بوريه لك عبد الله سعيد عبدو شفت وبي قال لك ابي قال ارجع لي لهذا وطرح لي هناك رجمك يعني اهمل فيك اهمل فيني طول حياتي لما كبرت ولا كيف ما شفته اذا يطلع مع يطلع عن جوله في هذه اللحظه لحظه نتاكد كيف ما وجبناك ما عرفوش كيف ما تعرف ايش يا عم عبد انا يا عم سعيد انا فدالك طيب يا عبد الله والله ما شفته عبد الله ما شفتش يا ولد هد خلي عبد الله يهدى خلاص ابعد ابعد الشاش ابعد عنه خلي يشوفه خلي يشوفه خلي يشوفه خلي يشوف ما قشفته ما قشفته كمان تصفيقه يا شباب بالالتزام الاول ابا اقول لك هاي وش كيف ما تعرف وش بنعمل بنبحث عليك يعني اقول لك والله ما قشفته لا تحلف يا عم سعيد لا تحلف يا عم سعيد لا تحلف لا تحلف والله العظيم يعني كيف ما تعرف ايش ها اقول لك ما قشفته ولا اعرفه هذا يا اخي كيف ما تعرف ايش ولدك الله يرحم والديك وين ولدك كيف فلت 20 سنه صدقته كذب ها ما يكذب لا ما يكذب الله المستعان اسم عندي اسم عندي لا ناكل انا بنكذب معقول والله يا يابا والله قلت له ما قلت له صوره يابا اقول لك يا كذب والله ما قصدي انا ما بدي اكذب هذا ابي والله انا اسمه هذا انا ابي ذا ماي فادر مقيود لا مش بس صميل تصفيقه يا شباب ابنه في شباب اقول لكم انت تقول لي بالصميم بالصميم محبة محبة لما يلتقي لاول مرة والله ما قشفته ولا قريته ها والله ما قشفته مندحس بعده مندحس زي ما تجي زعلت من حقينا الف مبروك الف مبروك الف مبروك يا عبد الله يا ابا بالله بالله يا عم سعيد بالله بالله ابي حرام عليك والله انه حرام عليك والله انه حرام ماي دادي هي ليف مي واي يو ليف مي بابا دادي بابي خلك انا برو بابي بليز يو ار ماي فادر احلف من تبي احلف من تبي بدون حائب احلف والله من تبي والله ما انت ريعوا ريعوا احلف والله من تبي والله ما انت ولا انت بي احلف والله من تبي ما انا ابوك ولا انا ابنك ولا انت بي ولا تعرفني ولا اعرفك ولا تصرفني كيفك كيف صحتك؟ عرفنا بنفسك؟ يا شهر مبارك كيف رمضان معك؟ فضل هو الحمد لله لك الحمد يا رب لك الحمد يا عبد الله الحمد لله بعد كل هذا السنين يا أستاذي لو أنت فقدت ابنك بعد مرور 20 سنة وحصلته اليوم كيف بيكون شعورك؟ يكون شعوري يعني مفاجأة طيبة جدا جدا شعوري يعني فرحة عظيمة جدا شعور ايش؟ يعني فرحة عظيمة يعني جدا فرحة عظيمة جدا صح؟ بالذات ما تتصف لكل أب كيف؟ ما تقدر توصفها يا ذا ما أقدر صح إذا مشاهدين الأكارم بهذه اللحظات وهذه اللحظة يعني نسمع نهيق الابن يعني كم لك منه يا عبد الله؟ كم لك منه؟ 20 سنة وأنا صغير فلنتي وأنا صغير فلنتي 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 موجود فلنتي اسمع 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 يا عبد الله اسمع حبيبي
الان بهذه اللحظه بتشم ريحته؟ اشم ريحته ابي. فين فلت يا عم؟ فين فلت انا؟ ايه انا ما ها تعرفه؟ ما اعرف اتذكر قبل 20 سنه. 20 سنه ما انا كنت صغير. ارفع صوتك ارفع صوتك بس قليل اسمعك. ما في يا اخي انت عبد الله مسك يا زكريا خلينا نهدئ. انا قلت اني ابغى اطير على ابي يا اخي. مشاهدينا الاكارم اذا كنتم اصحاب قلوب ضعيفه لا تشوفوا المقطع لانه فعلا سيلتقي الابن مع ابوه لاول مره في هذه اللحظات، لاول مره انه يلتقي الاب مع ابنه بعد مرور 20 سنه. والحمد لله ادينا الخير يا عبد الله، لا تضر نفسك خلاص الحمد لله حصلنا ابوك. الحمد لله يا الحمد لله. ابعدوا هذا من عيني ايش اشوف القابي. دقائق شنو هو عرف امه خلاص فين ابي؟ بسم الله ابي. والله حرام عليك حرام عليك فلتها حرام عليك. تعرف ليه ابي 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 فلتني يا ابا. والله انه حرام عليك يا عمنا. بس لي الله خسيابه. اصدق انه ما شاء ماشي ايش صدقنيش يعني ايش اصدق ايوه احنا نتكلم جد ما ايش اسعم سنة كاملة نبحث عليك. مش كل لكن ما هو يبكي ابني يمكن ابنه واحد. يا اخي ابنك انت اسمك عندي في الكاش. الله يحفظك البلاغ عندي. اشي روح مع بابي. كيف تنكر ولدك كيف تنكر ولدك؟ نكره ايوه الان بيقول لك ما لا تنكرني شاب الله يحفظك. يعني أنا بي يا عبد الله. This is father. My father. Really. أنا ما عاد أفلت أبي. أنا ما أفلت أبي. لك يا حج قد بذل الغالي وبذل المال علشان أحصلك. يمكن واحد ابنه واحد ثاني يشوف ابن هذا. يا أخي أنا أشوف إنه يشبهك. وانا اشوف انه يشبه. صدق الحق يا شباب هل في شباب؟ في شباب. ايوه في شباب. شفت يا أبا؟ يا ابي ليش فلتني يا ابي ليش فلتني يا ابي. تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں تجھ میں رب دکھتا. مشاهدينا الاكارم الحمد لله حصلنا الاستاذ علي احمد عياش بعد مرور 20 عام. ام علي تعرف هذا؟ ها؟ ما ولا تتذكر صورته؟ من؟ تعرف فاش ما عرفش. المفروض أن تقول لنا من هو. أنت تعرفه أكثر مننا. ها؟ أنت تعرفه أكثر من ما نعرفه. من هو؟ ما تعرفش. فلتني 20 سنة ويضربني هنا كدار الأيتام. كيف؟ أنا مشيتي أنا يتيم 20 سنة وبي موجود. حرام يفعل بي هكذا. ليش هكذا؟ والله فعلا مش يا ابو حرام. فعلا مشاهدينا الاكارم كما تحدث عبد الله بانه حرام الوالد يفعل فيها كذا وفعلا هذا يعتبر حرام جدا. استاذي لو مثلا التقيت بابنك بعد مرور 20 سنة ما بني هذا صلى على النبي. جاب على سؤالي ايش لو التقيت بابنك بعد مرور 20 سنة؟ عرفاه لو جلس 100 سنة. ما عرفتاش. كيف ما عرفت ولدك؟ وش ابني؟ ها؟ ما وش ابني؟ صلي على النبي يا عم. اسمعني اسمعني. احمد عياش طلع اسمك حتى. اسمعني يا عم علي، احنا لنا بندوره في هذه اللحظات، شوف لعند المشاهدين بندور، تأكد من صورته. 20 سنة. شوف صورتي يا بحرم. من أنت؟ يا بحرم عليك تفلت صورتي. من اسمك؟ كيف انا ولدك؟ عبد الله هذا ابي هذا ابي هذا ابي. دقيقة خليه يشوف ها اسمعني خليه يشوفك ونحكم من خلال العيون. هذا ابي هذا ابي هذا صوت ابي. طيب بتشم ابوك؟ اشم رائحة ابي. والله واحنا سوينا الحمد لله اليوم افضل خير ان احنا نجمع. ربي يسعدك يا عبد الله ان احنا نجمع الاب مع ابنه. وانت يمكن لانه تغيرت ملامحه وتغير شكله يعني تركته عمره سنتين في هذه اللحظات. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. والله اسمع خلي اسمع اسمع يا حاج اسمع اسمع صلى على النبي. ابني يا اخي قاعدكم كل ابني يا اخي صلي خليه يكتشف تشوف اخي ما هو ابني خلي يعرف ابني ما هو ابني ابي ابي يا اخي يا حي يا حي خلنا ترك هذا قاعد تضربه بعد 20 سنة يا اخي اتركه يا حي
ألف مبروك يا حاج. عيب عيب عيب. المشاهدين اخي ناس تشكون عندهم قال يا مديرية صلي على النبي صلى على النبي. زكريا طبعا انا سامحني سامحني الله يسامحك. تصفيق يا شباب والله يسهل. شهر مبارك كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف انت يا حاج؟ اللهم الحمد. تعرف هذا؟ تعرفه؟ لا. حاول تتذكر يعني خلي الذاكرة تعود فيك 20 سنة. يا الله فيلو فيك قسما بالله. تعرف يا حاج؟ لا ما اسمع. يا حاج لو تفلت ابنك 20 سنة كيف بيكون شعورك؟ ما أنا مجنون فلته 20 سنة ليش فلته؟ متأكد يعني 100%؟ متأكد نعم. اتأكد يا حاج يعني بهذه الصورة يمكن أقسم بالله دادي ليش تبلدني قسما بالله خزيتني طول حياتي بالله. أنا مرأي نطلع المديرية ونشوف الأمور يعني في هذه اللحظات بس قبل ما نطلعه عبد الله ممكن يعني تشوف اللي عند ها كم يجي منك يا من اين اديته؟ ايش مكان؟ عبد الله دادي يا ما ولد من هذا بالزوم عندي عبد الله الا بيقول 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 انك ابوه. من فين ابني اذا ما شفني ولا اعرفه؟ بيقول انك ابوه. طيب قل اساله منو ابوك؟ ايش اسمه ابوك؟ ايش اسمه؟ انت ايش اسمه ابوك؟ انت ابي بلدني 20 سنه. This is his father. ايش اسمه ابوه؟ تصفيق يا شباب يعني فعلا بعد مرور 20 سنه وجدنا الوالد بفضل الله. بالله عبد الله this is his father. ايوه it's my father. شو بيقول انك ابوه؟ من يعني هنا كيف بيكذب عليك؟ من هنا ابوه تربشون يا جماعه صلى الله عليه وسلم. من اسمه ابوك؟ ايش اسمه؟ هو ايش اسمه؟ انت بالصوره قد ناسي 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 بهذه اللحظات انه جمهورنا العظيم في هذه اللحظات لما يلتقي الاب مع ابنه لاول مره بعد مرور 20 سنه هذه تكون اللحظات هذه تكون الفرحه هذه تكون السعاده هذه تكون السعاده مشاهدينا الاكارم هنا تكون السعاده هنا تكون الابن قد ناسي يلا 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 شافك يا اخي فرحان فرحان يشوفك فرحان تصفيق يا شباب تصفيق منصور صالح محمد علي ابو علينا بلاغ ولا شيء ما بي شيء بلاغ ولا شيء تعرف هذا ما هذا شارق ولا ما هو لا تعرفه كانك شفته ولا بشرته قبل 20 سنه هكذا صلي على النبي هذا صورته مريض ولا ما بينه لا مش مريض. إذن مشاهدين الأكارم كما تعلمون في برنامج لما الشم خارجنا ودحنا المصايب ما له هذا يا جماعة الخير مش بينه اهدى صلي على النبي صلي على النبي مالك يا عبد الله فقدت الأبي يا جمرايا حتى أبي الحالية الحالية قلبي يا أبي أبي الغالي يتركني 20 سنة مش ماي دادي الله ايش الكلمه ايش قلت بزول عند ابو حرام الحمد لله وصلنا واحنا في هذا البرنامج ناخذ الضي انا هذا ابي صوته انت ابي اهدا يا حاج مالك يا ضاك اهدا يا ابي. مشاهدينا الاكارم كما تعلمون الفرحه التي لا نستطيع ان نصفها بفرحه الاب شعورك لما تحصل ابنك بعد اشوف يا ضاك مالك اسمع هذا قلبي لدعه شعورك لما تحصل ابنك يا بلد لا بندور السنين يا بلد تخدي الله لما تحصله بعد 20 سنه لاول مره ايش شعورك؟ انت بتحكى من جدك انت ولا بعقلك؟ صلي على النبي يا حاج بعد 20 سنه احنا جينا هنا نفرح اليوم اللهم صل وبارك عليه. طيب الدنيا عوافي ما والله هذا اسمع يا حاج بليز دونت عبد الله انت اشتقت لابوك بتحصل اليوم ابوك ان شاء الله عايش من ابا اسمع اسمع تعال يا حاج تعال صلي على النبي ما لكم صلوا على النبي اسمعني في اللحظات مشاهدين الاكارم كما تعلمون الفرحه التي لا نستطيع ان نتحدث بها وانما الافعال هي التي تصمم ايش من اصمام وايش من افعال ركز عليك بزول ما صح هذا كيف عليك نفتح خلي عبد الله يشوف قرب يا المصور قرب قلي ايوه عشان عبد الله يشوف ايش بدي اشوف ابي ابا يا ابا خارجوني من هذا ما وصلنا على النبي كله
الحين ودي انا حكي بليز اي لاف يو بليز دو ليف لا تصفيقه لانه وجد ابوه يا عاد امسكوه اسمع اسمع يا حاج يا حاج يا حاج جبناك يا حاج خلينا بري وي ام دراي الله يحفظك بليز دونت ليف مي اجين يلا الان بالله عليك معك عيال معك عيال اسمعني من مشو هذا من وبيشو ولا من تبدي من هذا ما انت بوس انت معك معك عيال والله يحفظك يا اخي خارج يا حاج يا فندم خارج اسمح لي اسمح لي ابنك طبعا انت تركته واستهترت في هذا الموضوع الان الرجال اللي في امريكا حول 15 سنه طالب الله والان رجع علشان يدور طالب الله لا تفلتني لا تفلتني يا ابني والله صلي على النبي صلي على النبي هذاك اللي هناك منا انت وياه اسمع يا حاج ما اعرف بلاي ولا اعرفه ابى الله يحفظك يا حاج يا حاج يا حاج صلي على النبي سامحنا يا شيخ لا سامحنا مقلب والله مقلب والله من خرب الله اكبر على شيطانكم مقلب سامحنا قد نزلت ولي بطوني سامحني 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 سامحنا قد نعبني مريض المصحة سامحنا سامحنا سيدو بهذا قول اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو